فرني العنق والرأس ثم البأس وزيع العنق وبعد ذلك الجسم وفق الظهر أو وزيع العنق الظهر والقواعد وأيضا الحركة في أمام الصفات التي تميز بها الخيل العربي والبحري هي المعايير بعد ذلك نقوم نحن باحتساب الدرجات ويقوم الجهاز المراقب بحسب الاعلى والاقل وهكذا في حال ذلك الفعل بالنسبه للافراس في المجموع هل هناك فرس في نفس المجموع تكون في درجه التنميه العربيه وفرس تحصل على اعلى في الهويه العربيه المركز اعلى إذا استمر التعادل بالمجموع وأيضا درجة الهوية العربية لننتقل لدرجة الحركة وهي التي في هذه الفرصة إذا كان التعادل بالمجموع والهوية والهوية